الناس بتتكلم كتير جدا النهارده. كنا بنقول دايما الناس واحنا بنلعب ماتشات الدوري الناس عينيها على بطوله افريقيا صار طبعا. لا انا بيتهيألي في قطاعات عريضه جدا من جمهور النادي الاهلي كمان عينيها دلوقتي على الموسم اللي جاي، وبتتكلم على الانتقالات وبتتكلم على الصفقات بالظبط كده. وانا لو سالتك يا ساره انت تحبي مين من اللعيبه يلبسوا تيشرت النادي الاهلي؟ يعني اسرحي بخيالك او احلامي زي ما انت عايزه. في الدوري المصري؟ اه يلعبوا معانا في النادي الاهلي. في الدوري المصري. اكيد اسماء كتيره جدا. طبعا. يعني لو قلنا احمد سمير فعلا بيقولوا لك احمد سمير لو قلنا ما فيش واحد بيشجع النادي الاهلي ما نفسوش اكبر لعيبه في العالم تيجي تلعب في النادي الاهلي. طبعا. يعني لو قلت لك ان في فرصه ان احنا نجيب لعيب زي سواريز مثلا وهو طالع من 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 برشلونه عندنا ليه لا؟ خلاص اتلتيكو مدريد خدوا مننا يا يعني لو قلنا ليو ميسي لو قلنا كريستيانو طبيعي جدا كل جمهور عايز احسن واقوى. من عشان كده بسالك في الدوري المصري ولا لا. بس لو جبت لك بقى من الكره العالميه انا اقول انا اجيب لك ميسي ورونالدو في لكن نفس الفريق. لكن مش هكذا مش ده الاسلوب اللي بتدار بيه الصفقات. صح. واحنا قلنا قبل كده انه الكلام ده لجمهور نادي الاهلي. الحقيقه انا مش جاي اتكلم في الصفقات عشان الناس ما تفتكرش ان انا هقول لكم اسماء، في اسماء كتيره جدا مطروحه. ولو دخلنا على السوشيال ميديا هنلاقي افتكاسات وهنلاقي اخبار وهنلاقي اشاعات وهنلاقي ناس بتتكلم على طبعا طاهر صفقه محسومه، احمد عبد القادر نفس الحكايه، في كلام على بنون المغربي، في كلام على محمد ابراهيم وغيرها وغيرها من الاسماء. لكن انا عايز الجمهور دايما وهو بيبص للصفقات من وجهه نظره يفهم كمان ازاي النادي بيدير ملف الصفقات، لانه مع الاهلي تحديدا النادي الاهلي كنادي اهلي صفقاته يطلق عليها حرب الصفقات. ليه؟ مفيش نادي تقريبا بينافس النادي الاهلي مش حاطط عينه على صفقات النادي او مش داخل في حرب تكسير عظام مع النادي الاهلي. بمعنى ايه الكلام ده؟ اقول لحضراتكم يعني مش كل اسم مرشح او في خبر بيقول انه هذا الاسم في مرحله تفاوض مع النادي الاهلي او انه الاسم ده مرشح انضمام النادي الاهلي يبقى بالضروره على الاقل صفقه محتمله. ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لانه كل اسم النادي الاهلي بيحط عينه عليه بتدخل انديه منافسه كتير جدا بهدف ضم نفس الصفقه دي، مش بس رغبه منها في انها تدعم صفوفها لكن رغبه منها في انها تخطف صفقه من النادي الاهلي، او حتى لو ما عندهاش النيه انها تخطف صفقه من النادي الاهلي فعلى اقل تقدير توجع النادي الاهلي. يعني اذا كان النادي الاهلي بيخلص ب 10 فاحنا نرفع السعر ل 20، ممكن ما نبقاش محتاجين اللاعب لكن ممكن نبوظ الصفقه على النادي الاهلي، او الاهلي يعمل الصفقه بس بدل ما كان هيدفع فيها 10 يدفع فيها 20. وانا قلت لحضراتكم قبل كده انه الصفقات دايما مش بالاسماء يا ساره. يعني لما اتكلمنا في دوري الابطال مثلا وشفنا فرقه زي باريس سان جيرمان من حيث الاسماء ومن حيث الصفقات ومن حيث الارقام اللي مدفوعه على الترابيزه احنا بنتكلم تقريبا في مليارات، ورغم كده فريق البايرن اللي ما اعتقدش فيه صفقه فيه تتجاوز حجم ال 100 مليون هو اللي قدر يفوز بالشامبيونز ليج قدر يفوز. فهي قصه مش قصه اسماء، القصه قصه احتياجات وقصه ثقافه لعيب وقصه فلسفه بنى فريق. انت لما تيجي تحرك في صفقاتك انت عايز تبني فريق تنافس فيه على بطوله، وبالتالي مهم جدا تعرف انت احتياجاتك ايه. ووارد جدا كمان انا لو حطيت نفسي مكان القائمين على ملف اداره المفاوضات ان انا احط اشاعات هنا او اقول انه الاهلي بيفاوض هنا كنوع من انواع تشتيت الانتباه. وارد جدا ان انا اسرب اخبار مقصوده انه الاهلي بيفاوض فلان الفلاني عشان اصرف نظر عن صفقه حقيقيه انا بشتغل عليها الناحيه الثانيه. لكن الاهم والمؤكد انه الاهلي ما بيتكلمش على صفقه. وخدوا بال حضراتكم كمان نقطه مهمه جدا، توقيت الاعلان عن الصفقه. يعني انا واثق انه في دولاب او في خزنه نادي الاهلي في صفقات خلصانه ومنتهيه، ولكن توقيت الاعلان عن الصفقه مهم جدا لانه ده ممكن ياثر على مصلحه الفريق او ممكن ياثر على صفقه تانية بيفكر نادي الاهلي انه يتحرك فيها بالبيع مثلا. فبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف توقيت صفقات. ممكن الناس تحس بحاله غضب انه الناس كلها بتدعم او في صفقه واثنين وثلاثه راحت من النادي الاهلي، لكن في النهايه ساره لازم الناس تعرف انه الاهلي بيتحرك في استراتيجيه معينه. طبعا احنا شايفين فرقه النادي الاهلي اعتقد بيتحركوا من الفندق دلوقتي رايحين على ملعب الاهلي والسلام، هيركبوا الاتوبيس حالا عشان يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. انا متفقه معاك جدا طبعا يا احمد، وكمان عايزه نتكلم في حاجه يا احمد بالنسبه لموضوع المدير الفني والفتره اللي جايه وشكل الفريق هيبقى ازاي تحت قياده جهاز فني مثلا جديد او كده. كل ده
اللي يهمنا فيه ان احنا عايزين نطمن حضراتكم ان احنا مش عايزين جمهور الاهلي يقلق تماما، وعايزين كامل الثقه في مجلس اداره النادي الاهلي، لانه والمشرفين على الكره طبعا، لانه الناس دي اكيد عارفه مصلحه النادي الاهلي جدا، وعارفين ازاي الفتره اللي جايه المفروض الفريق يبقى عامل ازاي، وعارفين ان احنا داخلين على مرحله صعبه جدا وان احنا داخلين على افريقيا. فكل الثقه لمجلس الاداره يا احمد، لانه اكيد اي حد هيتم اختياره لقياده الفريق اكيد هتبقى الثقه دي في محلها، اكيد هيبقى الناس دي متربيه برده في النادي الاهلي وعارفه مكانه النادي الاهلي، واحنا مستوعبين ان الجمهور ممكن يبقى قلقان، لانه مفهوم قد ايه الجمهور الاهلي بيبقى عايز دايما المكسب، ولكن فعلا بلاش يبقى في كلام كتير ممكن يضلل حضراتكم او يخليكم خايفين على الفريق الفتره اللي جايه، لانه فعلا مجلس الاداره ما بينامش وعامل شغله جدا انه الفتره الجايه تبقى بيرفكت، يعني معاكي 100%. بس انا مش مع انه الناس ما تخافش، خلي الناس تخاف، طبيعي جدا انت لما بتحكي حاجه، انا قصدي بس ما ياثرش عليهم شوشره ناس تانية داخله ايه. الاهم ان الخوف ده تتصيد اي الاهم ان الخوف ده ما يتحولش لعنصر ضغط بالظبط على الفريق وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى اداره النادي الاهلي، لانه الضغط في وقت من الاوقات ممكن يجيب لا قدر الله نتيجه. وما نسمعش الاصوات تانية برضو يا احمد، ده